الحسين وديناهم واحد منهم اللي قتله وديناهم للمحافظ رام الملف وحكى لنا هذا الملف كرتون ما في منه. اوه انا جاي احتجاج قوي وداني قوي جاي حزين على الأردن وحزين على مستقبل الأردن وعندي إحباط وشعور يعني بالغضب على اللي حدث. حتى تم تصفيته سياسيا وفشلت الحكومة الأردنية في المحافظة على الأمان أو أمان حياته الأمان على حياته ووقعوه على الأمن تبع حياته في قصر العدل أنه مسؤول عن حياته عن أمانه الشخصي. والحكومة الأردنية فشلت في إنها تحافظ الأمان على البلد. أردن أحلى نحن. أبد تسلط الحكومة.